بعد بث التلفزيون نهار موضوعا عن تراكم كميات كبيرة من النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي بمختلف شوارع بلدية دعمار في عنابة، مخلف الاستياء والتذمر لدى المواطنين، تحركت السلطات المحلية بتشكيل فرق خاصة ممثلة في مديرية البيئة وكذا مديرية الأشغال العمومية، المؤسسة العمومية للردم التقني بالتنسيق مع مؤسسة عنابة نظيفة، وهذا بالتنقل لبلدية سيدي عمار وتنظيم حملة واسعة مست جميع النقاط السوداء التي تعرف انتشارا واسعا للقمامة على مستوى عديد الأحياء. عبد الناصر كلاب. دعمنا بعتاد المصالح الردم التقني، مؤسسة الردم التقني وكذا مؤسسة عنابة نظيفة والقسم الفرعي للأشغال العمومية، وين الحمد لله اليوم تجندوا. لبينا دعوة سيد الوالي باش جينا كمؤسسة الردم التقني ومؤسسة عنابة نظيفة ومديرية البيئة ولا دي تي بي مديرية الأشغال العمومية، بالإضافة إلى يعني بلدية سيدي عمار، وين قدمنا لهم الدعم. العمل الذي نقوم به الآن هناك، يعني هناك العمل التوعوي التحسيسي مع المجتمع، مشاركة المجتمع المدني حتى يساهم المواطن في نظافة المحيط. لما بين لونفيرمون هذا يكون صافي علاش بور ايفيتي توت مالادي وزيد دوتون بليس هذا لو بوان هذا كون ما تكونش معينة لتو الموند اون اريفرا با.